أحداث بارزة وتفاصيل مهمة سنبحثها في ملفات التفاصيل لهذه الليلة، معي أنا فاطمة حسين، فإلى أبرز الملفات. البرلمان يسلم تقريره الخاص بقصف القائم، والخلاف يغيب الإجماع النيابي حول إخراج التحالف الدولي. كبار القوانين تغيب عن الجلستين القادمتين في البرلمان، ورئاسة المجلس الشاغرة تواصل تسيدها المشهد الخلافي. كركوك تعجز عن حسم أمر محافظها، وواصلت تعاود الخلاف بعد مناوشات البرلمان ومحافظها، وديالة تنتظر قرار بغداد. تتابعون أيضا ترحيل النظر القضائي بقانون انتخابات كردستان العراق إلى 18 من شباط الحالي، وأربيل تبرق لبغداد من جديد. أهلا بكم. تسلم القائد العام للقوات المسلحة محمد شاع السوداني تقرير لجنة الأمن والدفاع النيابية الخاص بالاعتداء الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي غربي الأنبار. وقال عضو اللجنة وعد القد أن التقرير يتضمن 6 نقاط رئيسية، أبرزها أن ما حصل هو اعتداء سافر على مقرات أمنية حكومية مهمتها الدفاع عن الوطن ومواجهة الإرهاب في قواطع استراتيجية. كما تضمن التقرير المطالبة بالإسراع بإخراج القوات الأجنبية وتحملها مسؤولية أي خروقات مستقبلة. وجهت رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة الاتحادية لإنهاء مهمات قوات التحالف الدولي. وذكر بيان لرئاسة البرلمان أنه وجه بمفاتحة القائد العام للقوات المسلحة محمد شاع السوداني لاستضافة المعنيين في مكتب السوداني ووزارة الخارجية الأسبوع الحالي، فيما وجه اللجنتين القانونية والأمن والدفاع بتقديم تقرير في الجلسة المقبلة فيما يتعلق بالطلب المقدم من النواب حول مقترح إخراج القوات الأجنبية. بغياب السنة والكرد يمضي البرلمان بإجراءات إنهاء وجود التحالف الدولي على خلفية الاعتداءات الأمريكية الأخيرة. أسباب مقاطعة بعض النواب ومخرجات الجلسة التداولية نتابعها مع مراسل الرابعة في البرلمان فقار فاضل. إجماع عراقي على ضرورة رفض بقاء القوات الأجنبية بالبلاد إثر الضربات الصاروخية الأخيرة على مواقع تابعة لفصائل المقاومة. فهنا داخل البرلمان جرت المباحثات التداولية بغياب نواب السنة والكرد لوضع مقررات تهدف لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. إقرار قانون لإلزام الحكومة بأخذ رأي مجلس النواب في حالة طلب قوات أجنبية من خارج العراق، وهذا القانون أكيد يعني يتضمن محاور محددة. الأخوة في اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع هم بصدد صياغة هذا القانون لقراءته قراءة أولى وثانية ومناقشته، ويصوت عليه ويلزم الحكومة بعدم السماح بدخول قوات أجنبية للعراق. ومن مخرجات الجلسة التداولية للبرلمان هي تقديم مقترح لمشروع قانون إلى لجنتي الأمن والدفاع والقانونية النيابية يقضي بخروج القوات الأجنبية، بينما هذا وفقا للنواب سيحتاج إلى مشاورات موسعة لغرض وضع مسودة قانون تناسب حجم القضية. إن هذا الموضوع لازم يحال للجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع. السياق هو أنه اللجنة القانونية تكتفي بإبداء ملاحظاتها من حيث موافقتها للدستور أو عدم موافقتها، ومن حيث أمور شكلية أخرى يتطلب موافقة الحكومة أو لا. هذا ما راح تبدي برأي اللجنة القانونية وثم تعيد إلى رئاسة المجلس اللي تقرر بشأن وضعه على جدول الأعمال.
إذن تمخضت المباحثات النيابية إلى مقترح قانون يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد في ظل اختلاف المواقف السياسية داخل البيت التشريعي. من العاصمة بغداد فقار فاضل، الرابعة. حذر وزير الخارجية فؤاد حسين من صراعات قد يدخل بها العراق نتيجة الهجمات الانتقامية المنفذة من قبل الفصائل والقوات الأمريكية. وقال حسين أن هذه التداعيات قد وصلت التحذيرات منها إلى الفصائل، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التوتر بين واشنطن وطهران مرتفع للغاية، مشددا على رفض العراق حل إيران والولايات المتحدة مشاكلهما على الأراضي العراقية. وبينما دعا حسين إلى وقف الجانبين هجماتهما المضادة، أكد على أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بانسحاب 2500 جندي أمريكي متواجدين بصفة مستشارين. وصف تحالف الفتح قوات التحالف الدولية الموجودة في العراق بالعدائية القتالية وليست استشارية. النائب عن التحالف رفيق الصالح قال أن الواقع الذي تعيشه البلاد يؤكد وجود احتلال أمريكي يتحكم بجميع مفاصل البلاد ومقدراتها، خصوصا مع الوجود العسكري القتالي بالقواعد المنتشرة في بعض المحافظات كقاعدة عين الأسد، مبينا أن اتفاقية الإطار الاستراتيجية الموقعة بين العراق وأمريكا تتخذها واشنطن حجة للبقاء على الأراضي العراقية. لم يقتصر القصف الأمريكي في بابل على مناطق جرف النصر، إذ وصل الاستهداف إلى المناطق المأهولة بالسكان. الانتهاكات وطبيعة المفاوضات الحكومية مع واشنطن نتابعها مع مراسل الرابعة في المحافظة زيد الشهيب. لم تكن جرف النصر ببابل بعيدة عن الاستهدافات الأمريكية على القوات الأمنية وقياداتها، بل تكررت لتصل حتى قرب المناطق المأهولة بالسكان وسط الحلة بقصفها معملا لتصنيع قنان الأكسجين، قصف قال عنه خبراء في القانون الدولي أنه انتهك كل الأعراف الدبلوماسية والقانونية. طبعا بنود القانون الدولي تشير بشكل واضح وصريح على استقلالية الدول، وحقيقة سيادة الدول يجب أن تكون موجودة ومتجذرة في كل دول العالم، ويجب على الدول بشكل أساس أن تتعامل مع بعضها بالندية والاحترام المتبادل. حقيقة اللي قاعد يصير عندنا بالعراق هنالك ازدواجية في التعامل مع التحالف الدولي الموجود في العراق والقوات الأمريكية على وجه الخصوص، على اعتبار هنالك احتكاك وأصبحت هنالك استهدافات لأكثر من قوة يعني موجودة على الأرض وأشخاص عراقيين بشكل كامل دون علم الحكومة العراقية. حكومة بغداد من جانبها أوضحت بدء التفاوضات الثنائية بينها وبين التحالف الدولي وإصرارها على إنهاء وجوده بعد إن انتهت الحاجة إليه بعد حرب داعش، فضلا عن تمسكها بتقديم الشكوى لدى الأمم المتحدة واستنكار القصف عبر الدعوة إلى اجتماع طارئ لإدانة الولايات المتحدة. الحكومة العراقية تلجأ إلى الطرق نقول الطرق القانونية، وهذا الشيء يحسب يعني للدبلوماسية العراقية، للحكومة العراقية تتبع الطرق التفاوض باعتبار أنه هي قوات التحالف نعم جاءت بطلب الحكومة العراقية وبوجب اتفاقية. وتؤكد الفصائل في بيانها الأخير استمرارها باستهداف المصالح الأمريكية في عموم البلاد لتشكل ضغطا عسكريا يضاف إلى دبلوماسية حكومة بغداد لإخراج قوات التحالف وإنهاء وجودها في العراق. زيد الشهيب، رابعة، بابل. نستمر بالشأن النيابي، حيث خلا جدول أعمال جلستي مجلس النواب ليوم غد وبعد غد من القوانين المهمة. وبحسب الدائرة الإعلامية للمجلس فإن الجدول تضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون المرور، فضلا عن قانونين آخرين. الدائرة أشارت الإعلامية لأن جدول جلسة الثلاثاء يتضمن قراءة مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات وغيرها من مشاريع القوانين.
تنتظر القوى السياسية قرار المحكمة الاتحادية بشأن منصب رئيس البرلمان لاستئناف المفاوضات. التوافقات والتفاهمات المبدئية والشروط التي وضعتها بعض الأحزاب نتابعها مع أحمد ليث. لا بديل يعاكس توافقات الأحزاب السياسية على سد فراغ كرسي رئاسة البرلمان، فقرار المحكمة الاتحادية المنتظر بشأن شرعية جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة من عدمها هو المعلق لحراك حسم هذا الاستحقاق سياسيا ونيابيا بعد وصول غالبية الأطراف إلى رغبة تصدير شخصية توافقية تبعد معها كل الإشكالات. الكتلة السنية هي أيضا تريد أن تتأخر بعملية تقديم مرشح قائمة مرشحين جديدة. الموضوع يحتاج إلى نقاشات ويحتاج إلى تفاهمات سياسية مع الإطار التنسيقي، ويحتاج إلى أن تكون هناك تصفية خلافات، لأنه داخل الكتلة السنية كتلة السياسية السنية هناك خلافات، وهذه الخلافات أنه تنعكس سلبا على الجلسة القادمة إذا صدر قرار المحكمة. اختلاف القرار السني السياسي على تقديم مرشح واحد ينوب عن المكون لمنصب الرئيس، هو من أبقى مكان الرئاسة شاغرا وطور من شروط الإطار التنسيقي للشخصيات التي ستطرح مستقبلا في حال العودة إلى جلسة جديدة تلغي معها جولات التصويت بما فيها. أنا أعتقد الآن يعني الكتل السياسية دخلت إلى معترك التفاوض يعني الاتفاق فيما بينهم، أو ممكن أن تكون هنالك صفقات. السبب بأنه بعض الكثير من الملفات تحتاج إلى اتفاق. كل الأحوال أنا أعتقد عدم اتفاق الكتل السياسية على رئيس برلمان قد تصطدم برغبة الكتل الشيعية في اختيار بعض الشخصيات التي تمتلك الإمكانيات والمعايير التي تكون موافقة للعملية السياسية. وفي الاتفاقات السياسية دائما ما تترابط الملفات وتسلم بيد واحدة، أي أن منصب رئيس البرلمان أصبح خاضعا لمزاج الأحزاب التي تمتلك مشاريع معطلة وتحاول تفعيلها من هذه البوابة برفع شروط موافقتها على أي شخصية يقدمها البرلمان لهذا الاستحقاق. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. رفض مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التظاهر ضد الحكومة المحلية الجديدة في النجف الأشرف. وكتب صالح محمد العراقي في تدوينة له أن إبعاد محافظ نزيها لصالح جهة تريد إضعاف الإصلاح في المحافظة لا يعني زعزعة أمن المحافظة وإثارة الفتن فيها بحسب تعبيره. ردت المحكمة الإدارية العليا طلب الأمر الولائي الخاص بإيقاف إجراءات الجلسة الأولى لمجلس محافظة واسط عادة إياها صحيحة وبنسبة 100%. وكان نواب عن محافظة واسط قد طالبوا بإلغاء مقررات جلستي مجلس محافظة واسط التي تم فيها انتخاب رئيس المجلس والمحافظ. وأشفع النواب طلبهم المقدم إلى رئاسة البرلمان بطلب مشابه من أعضاء مجلس محافظة واسط، مبررين الطلبين بوجود مخالفات في آلية تحديد موعد الجلستين المخصصتين لانتخاب رئيس المجلس والمحافظ، مطالبين بإلغاء المقررات تحت بند مخالفة القانون وفق الطلب. وعقب ذلك لوح محافظ واسط محمد جميل المياحي برفع دعاوى ضد رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي على خلفية جلسة انتخاب الحكومة المحلية في المحافظة. المياحي في بيان وصف الكتاب الصادر عن المندلاوي الذي اعترض على إقامة جلسة مجلس المحافظة في موقع بديل وصفه بأنه كتاب سياسي وغير قانوني، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان يعترض على إقامة جلسة مجلس محافظة في الموقع البديل ولا يعترض على إقامتها في قيادة العمليات في الساعة الثانية ليلة.
أفادت مصادر محلية في ديالى بأن القوى السياسية تستعد للجوء إلى خيار استبدال مرشحين لتشكيل الحكومة المحلية بحال عدم تحقيق الأغلبية المطلقة. المصادر أوضحت أن الكتل في بغداد منحت المرشحين لشغل منصب المحافظ ورئيس المجلس بديالى فرصة أخيرة لاستكمال عقد جلسة المجلس خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه في حال عدم تحقيق المرشحين للأغلبية فإن الكتل ستذهب باتجاه ترشيح أسماء جديدة من بينها شخصيات من كتل أخرى. مع استمرار إخفاق مجلس محافظة ديالى في عقد جلسة لتشكيل حكومته المحلية، تتعالى المطالبات الشعبية بضرورة اتفاق الكتل السياسية على اختيار المحافظ بعيدا عن المهاترات وتعريض أمن المحافظة للخطر. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي فنتابع. العشائر باتت على خط أزمة تشكيل حكومة ديالى بعد إخفاق مجلسها في عقد أولى جلساته وتركها مفتوحة لإشعار آخر وسط مطالبات موحدة برفض فيتو بغداد السياسي حيال توزيع المناصب. لا شك محافظة ديالى المشهد السياسي بالمحافظة يشهد تعقيدات ويشهد مرحلة صعبة بتاريخ المحافظة، لا سيما أن المحافظة محافظة ساخنة وغير مستقرة. اللي نراه اليوم بالاتفاقات السياسية اللي جات تحصل ببغداد انقلاب على هاي العملية الانتخابية. خاصرة بغداد، هكذا هو الوصف الأمني لديالى، بات يسودها القلق من أن تشكل عقدة تشكيل حكومتها المحلية أزمة تنعكس على الأمن في ظل تحديات مثيرة للقلق. ندعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة المحلية من خلال انتخاب مجلس المحافظة وكذلك المحافظ، لأنه تأخير بتشكيل الحكومة يؤخر إنجاز الخدمات وكذلك المشاريع، وبالتالي داعش يستفيد والعصابات الإجرامية تستفيد من تأخير تشكيل الحكومة وهذه الانقسامات. ندعو إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية. يريدون اليوم التضحية بأصوات الناس الشرفاء، الناس الفقراء والمزارعين والفلح والعمال. إذا إحنا أصواتنا تروح إحنا شلون نقبل؟ شلون نقبل شارع محافظ ديالى أن صوته يروح؟ ليش طلعنا الانتخابات وليش انتخبنا؟ اتساع الخلافات السياسية في ديالى قد يدخل المحافظة في دوامة هي في غنى عنها، خصوصا بعد أن أعلنت عشائر المحافظة رفضها القاطع أي تدخلات خارجية. ياسر عبد عذاب، الرابعة، ديالى. أرجأت المحكمة الاتحادية النظر بقانون انتخابات إقليم كردستان العراق والتي كان من المقرر أن تبت بها اليوم بعد ترحيلها لأكثر من مرة. وذكر إعلام القضاء أن النظر في القضية المقدمة من رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان الاتحادية ونواب عن محافظة السليمانية ضد 5 مواد من قانون انتخابات إقليم كردستان العراق البرلمانية تم تأجيلها إلى 18 من شباط الجاري. وصل وفد محاسبي مشترك من وزارتين وديوان الرقابة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق إلى العاصمة بغداد. مالية الإقليم في بيان ذكرت أن الوفد سيشكل فريقا مشتركا لاستكمال الإجراءات المالية والمحاسبية بين حكومتي كردستان العراق والاتحادية، مشيرة إلى أن الوفد سيشارك خلال زيارته إلى بغداد التي تستغرق عدة أيام في دورات عدة مع الفرق المشاركة لوزارة المالية العراقية وديوان الرقابة المالية العراقي. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلي ضيف هذا الملف من السليمانية عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد برهان الشيخ رؤوف. أهلا ومرحبا بك ضيفا كريما دائما وأبدا على شاشة الرابعة سيد برهان. وفد كردي جديد إلى بغداد من جديد، تعددت الوفود وقلت المخرجات، سيد برهان كيف تصفون هذا الأمر باستمرار الأزمات دائما القائمة ما بين بغداد وأربيل؟ تفضل. تحية لك ولمشاهدينا الكرام. أهلا بك.
حقيقة يأتي زيارة وفد محاسبي من الإقليم كردستان ومن وزارة المالية في إقليم كردستان إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد ضمن خطوات من أجل إنهاء الخلافات والجميع العوائق الموجودة أمام إصلاح ما خربه المناكفات والخلافات السياسية خلال السنين الماضية. وهذه الزيارات وخطوة في اتجاه الصحيح، ونحن نرى أن هذا أمر صحيح ويحتاج للدعم والاستمرار فيه لحين حسم جميع هذه الخلافات وإيجاد حلول لها وإيجاد آليات جديدة من أجل ربط الوزارتين وإكمال جميع الإجراءات القانونية والروتينية والدستورية اللازمة من أجل دفع الرواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان. نحن في إقليم كردستان إقليم فيدرالي ضمن جمهورية العراق، هما اتحادية في بغداد، ليسوا بلدين جارين أن يكون هناك عنوان لخبر بين الحكومتين أو المحافظات في الإقليم إلى بغداد العاصمة. هذا أمر طبيعي والوارد، ونحن نتمنى أن يكون نتائج هذه الزيارات أن يبرز للمواطنين وينهي هذه الخلافات الموجودة بأسرع وقت ممكن. طيب سيد برهان، لو تحدثنا عن ملف الرواتب، أيضا ملف شائك اليوم ما بين الطرفين، يعني الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، كيف بالإمكان أن يحل هذا الملف اليوم ما بين الطرفين؟ نعم، هو الالتزام بالقانون والرجوع إلى دستور العراقي والالتزام به. الدستور العراقي هو خارطة الطريق لحل جميع الخلافات والمناكفات السياسية الموجودة بين الإقليم والمركز والحكومة الاتحادية. وإذا كان في السابق خلافات بخصوص الملف النفط وتصديره، هذا السبب الرئيسي هو عدم تمرير القانون النفط والغاز من قبل مجلس النواب العراقي، مع العلم أن مسودة القانون موجودة منذ 2007 في أرقة المجلس النواب. طيب سيد برهان، لو سمحت لي، ليس يعني دفاعا عن الحكومة الاتحادية، ولكن نحن نشخص يعني المشكلات ونبحث بالتأكيد عن الحلول. اليوم لماذا لا يتم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق كحل من الحلول؟ اليوم الموظف الكردي هو موظف عراقي. بالتأكيد هو موظف عراقي، وإقليم كردستان هو جزء من العراق. أحسنت. هو إقليم عراقي ضمن الجمهورية العراقية. يعني هناك إذا كان حساسية على الفيدرالية كما تفضل سماحة السيد محمد بحر العلوم في أيام المعارضة، قال نصف العالم يعيش بالفيدرالية، من أمريكا، من أوروبا، من ألمانيا، من جميع الدول. يعني هذا ليس به غبار ولا شكوك ولا ضعف ولا تقسيم للعراق. فيدرالية هو حل قانوني وإداري بين الدول في جميع العالم. هسه عندنا إقليم كردستان إقليم فيدرالي ضمن العراق. إذا كان هناك خلافات ومشكلات بسبب قضية النفط والغاز، يجب العمل على إنهائه. والوزارات الموجودة والمديريات الموجودة في المحافظات هو من قسم من وزارة المالية في إقليم كردستان، ووزارة المالية هو جزء من العراق. وهذا بإمكان الربط وال التواصل المستمر بين الوزارتين وإنهاء هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، ليس بها عائق كبير إذا كان هناك النية والإرادة في هذه المشكلة. ونحن نعرف أن الموظفين في إقليم كردستان بالأخير هم مواطنون عراقيون تواسية مع جميع المحافظات الأخرى في الحقوق والواجبات. وأشرت المحكمة الاتحادية في قراراتها الأخيرة بأن لا يجوز. طيب سيد برهان، لا أعلم إن كنت معي. لو انتقلنا إلى ملف انتخابات الإقليم، اليوم المحكمة الاتحادية أجلت النظر بهذه الانتخابات نظرا للطعن المقدم بقانون الانتخابات. كيف تلقى الاتحاد الوطني هذا الخبر؟ يبدو انقطع الاتصال مع جنابك الكريم. شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم، كنت من السليمانية، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد برهان الشيخ رؤوف. التفاصيل محافظة نينوى نتيجة لوجود داعش الإرهابي، وأثر بتأثير مباشر على عمليات الهجرة والنزوح والتسرب من المدارس.
التفاصيل مستمرة وتتابعون فيها. غياب البنى التحتية ليس أولها، التحديات تتشعب أمام القطاع التربوي وتسرب الطلبة أخطرها. أهلا بكم مجددا. أكدت اللجنة المالية النيابية انتظارها وصول جداول موازنة العام الحالي من الحكومة لقراءتها والتعديل عليها. عضو اللجنة مصطفى القرعاوي شدد على توجه المالية النيابية نحو دعم القطاع الخاص والاستثماري من خلال تشريع قانون الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام، معربا عن آماله بدعم الحكومة للفرص الاستثمارية وتقليل الضغط على القطاع الحكومي. اعتصم خريجو محافظة ذيقار أمام ديوان المحافظة للمطالبة بشمولهم باستثناء رئيس مجلس الوزراء لغرض تعيينهم، ودعا المحتجون حكومة ذيقار المحلية والمركز للتدخل وحل قضيتهم. محافظة ذيقار مطالبين بملحق الاستثناء، اليوم كانت لهم وقفة أمام ديوان محافظة ذيقار للمطالبة بحقوقهم المشروعة. ستستمر هذه الوقفات أمام ديوان محافظة ذيقار إلى تحقيق المطالب. ندعو جميع المسؤولين في الحكومة المحلية والحكومة المركزية إلى الاتجاه إلى أبنائهم الخريجين والوقوف بينهم وسماع صوتهم والنقاش في الحلول الممكنة لحل هذه القضية. إحنا معتصمين خريجين من الكليات والمعاهد، هاي الخريجين حقهم ظلم، يعني ظلمهم بحقهم نهائيا، ماكو غياب العداله الاجتماعيه. احنا رسالتنا الى رئاسه الوزراء، رئاستنا الى الاستاذ مرتضى الابراهيمي المحافظ ذيقار، رسالتنا احنا شمول المعتصمين الخريجين كليات ومعاهد بملحق استثناء، هاي عندك خريجين اعدادها بالالاف، لازم تشوف لها صوره حل. احنا خريجين محافظه ذيقار المركز والاقضيه والنواحي نطالب بملحق استثناء حالنا حال باقي المحافظات المنكوبه، النجف وبغداد وغير المحافظات. كلهم خذوا ملحق استثناء، شمعنا الناصرية اللي تضحت بالدماء والشهداء. احنا مطلبنا الاول والاخير مركز محافظة الناصرية ملحق استثناء يشمل جميع خريجين محافظة ذيقار عامة. اعلن محافظ ميسان علي دواي تشكيل لجنه توجيهيه عليا خاصه باختيار المشاريع الخدميه ذات الاولويه، واكد دواي خلال مؤتمر صحفي ان التخصيصات الموجوده في الموازنه موزعه على الوحدات الاداريه وحسب الكثافه السكانيه. المحافظه تشكل لجنه توجيهيه عليا وفريق اعداد خطه وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات الاداريه ومدراء الدوائر لغرض اختيار المشاريع المهمة وذات الأولوية وبالتنسيق مع كافة الأطراف وبموجب التخصيصات المخصصة للوحدات الإدارية وفي كل وحدة إدارية نسبة المبالغ المخصصة لكل قطاع. أكو هناك مبلغ مخصص للقطاعات بشكل كلي ويوزع على الوحدات الإدارية بموجب النسبة السكانية. في بعض الأحيان أنه وهذا هم شيء مميز لمحافظة ميسان، في بعض الوحدات الإدارية بعض القطاعات تم إنجازها بشكل تام بنسبة 100%. أكد مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية على ضرورة توافق تصاميم المدارس مع أجواء العراق. المجلس خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني ناقش الفرص الاستثمارية الخاصة بتشييد المباني المدرسية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات وما يشكله هذا الملف من أهمية بالغة لدى الحكومة العراقية وأولويات برنامجها التي تحتم الإسراع في تنفيذه، كما بحث ضرورة إنشاء المدارس وفق المتطلبات البيئية إلى جانب المعايير المعمارية والجمالية ومواصفات البناء والسقوف في الزمنية وأسبقيات التنفيذ. إلى مستويات غير مسبوقة تصل نسب المتسربين من المدارس الحكومية في نينوى.
أما الأسباب والتداعيات التي ترتبت على ذلك لخصها لنا مراسلنا في المحافظة عمر القاسم في هذا التقرير. تتنامى ظاهرة التسرب من المدارس الحكومية في محافظة نينوى بسبب ما عصفت بها من أحداث خلال السنوات الماضية، أمر دفع لتدخل عاجل من قبل رئاسة الوزراء بغية وضع اليد على أسباب تلك الظاهرة ومناقشة الحلول المناسبة بعد تشكيل لجنة عليا برئاسة محافظ نينوى. الأسباب واضحة، أنه الأحداث اللي حصلت في محافظة نينوى نتيجة لوجود داعش الإرهابي وأثر بالتأثير المباشر على عمليات الهجرة والنزوح والتسرب من المدارس، إضافة لذلك عملية إعادة الأعمار تحتاج إلى تسرع في عملية إعادتها، لأنه إعادة البنى التحتية للوضع الاقتصادي أيضا سيساهم مساهمة جدية في علاجها، ووضع الاقتصادي بهذا الشكل أيضا يعني يشجع على زيادة نسبة المسربين. التسرب من المدارس يعني زيادة نسبة الإرهاب، الجريمة المنظمة، المخدرات، الأمور الأخرى. وتشير إحصائيات رسمية إلى أكثر من 13,000 متسرب من المدارس الحكومية، معظمهم وبحسب محافظ نينوى من النازحين بسبب سنوات الاحتلال الداعشي. نينوى لها خصوصية كبيرة بسبب الأحداث التي مرت على المحافظة، سواء أثناء احتلال المحافظة من قبل داعش أو عمليات التحرير وكذلك النزوح، والذي سبب ارتفاع عدد الطلبة المتسربين. هذا يشكل بصراحة عائق ومشكلة كبيرة في محافظة نينوى. وألقت حكومة نينوى المحلية اللوم على ممثليات التربية الموجودة في إقليم كردستان إلى جانب فيض أعداد الطلبة في المدارس، والتي تدفع باتجاه الدوام المزدوج والثلاثي وما يرافقه من أزمات للطلبة. عندنا مشاكل التسرب، عندنا مشاكل الممثليات، عندنا مشاكل الأعداد، عدم التسوية الصحيحة في الملاكات وفي الطلبة في عموم المدارس، مدارس تربية محافظة نينوى. هذه من أهم المشاكل طبعا التي حددناها. ليست ظاهرة محصورة في نينوى بل في عموم المحافظات العراقية، فقد وصلت أعداد المتسربين من المدارس بشكل عام إلى نحو 350,000 طالب وطالبة، أمر قد ترتفع معه معدلات الجريمة بحسب تحذيرات مراقبين. من الموصل عمر القاسم، الرابعة. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلي ضيف هذا الملف الأستاذ التربوي عبر سكايب داود سلمان من بغداد. أهلا ومرحبا بك سيد داود. كيف تشخصون اليوم الأسباب التي أدت إلى تراجع القطاع التربوي في العراق سيد داود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الرابعة، وشكرا للاستضافة، وهذا موضوع جدا مهم. أهلا بك. طبعا هناك التراجع اسباب التربوي او التعليمي، هناك اسباب قهريه اي تاتي ضمن مرحله معينه وتنتهي، وهناك اسباب توعيه تتواصل مع الحاله التعليميه والبيئه المدرسيه. الاسباب القهريه اللي صارت عندنا في نينوى وفي الانبار وفي دياله، هذه اسباب ممكن معالجتها اثناء العمليه اللي سببت في هذا التراجع او التسرب. أنا ما أسميه تسرب حقيقة، لأن التسرب يعرف أنه تبكي المدرسة بشكل طوعي انقبل الطالب، سواء كان في مرحلة الإعدادية أو المتوسطة أو حتى الأساسية. وهناك أسباب طوعية تكون ضمن البيئة المدرسية، كعدم رغبة الطالب في إكمال الدراسة. هناك مادة لا يدركها الطالب ولا يستوعبها، الحشو في المناهج، التعامل داخل البيئة المدرسية من قبل الملاكات التعليمية، وايضا عدم احساس الطالب بانه مرغوب داخل البيئه المدرسيه من قبل زملائه او حتى الهيئات التعليميه. فبالتالي هناك اسباب اخرى تعليميه، قد تكون الفقر، وقد يكون المرض، وقد يكون التهديد الامني. وايضا من اسباب التراجع البيئه هو عدم الاعداد الكبيره للطلاب، البيئه المدرسيه كانها بنايات حقيقه ليس مدرسه، وانما عبارة عن سجون مغلقة، ما بها حدائق، ما بها مرسم، ما بها ساحات للرياضة، ما بها أمور كثيرة ترفيهية. أعتقد عدم إكمال المناهج وتوزيعها في الأوقات المخصصة، العائلة نفسها ما تشجع أبنائها
الذهاب الى المدارس، لانه تشعر ان الطالب يتخرج يجلس في البيت او يبقى يسير ضمن الاسواق او ضمن ساحات العمل للحصول على لقمه العيش. ايضا ثقافه العائله وتطلعها الى المستقبل كلها تؤدي الى عمليه التسرب. انا ما احمل جهه معينه، لكن انا احمل بشكل هنا مباشر. السؤال سيد داود، يعني من يتحمل اليوم هذا التسرب الطلابي وانت تتحدث من المدارس؟ هل هنالك يعني خلل مشخص او مؤشر في الملاكات التربويه مثلا، ام ان الامر اجتماعي وهنالك ايضا مسؤوليه مشتركه من قبل الطرفين في المجتمع؟ انا اعتقد يتحمل المسؤوليه الكبرى هي الدوله، بمعنى اخر وزاره التربيه، لان هي اللي تخطط وهي اللي تنفذ وهي اللي تعالج المشاكل. التربيه عندما تجعل من مدرسة واحدة بها 1200 أو 1300 وفي الصف الواحد 50 إلى 60 طالب، هذه كارثة. العقوبات اللي قد تفرض على الطالب، التعامل اليومي من قبل الملاكات، الوضع الاقتصادي، هذه كلها، الوضع الأمني، هذه كلها أوضاع تساعد الطالب على الابتعاد عن المدرسة والنزول إلى ساحات العمل. عملية المعالجة تأتي بدءا من خلال المتابعة ومن خلال فتح مدارس أكثر من العدد اللي موجود الحالي، من خلال توفير الملاكات، من خلال توفير المناهج، من خلال التعامل السليم والتربوي والأبوي مع التلاميذ، وعدم حقيقة إجبارهم على تناول مواضيع محشورة أكثر من اللازم لا تتلائم وقدراتهم العقلية. التربية الصحيحة من قبل الملاكات التدريسية والتعامل السليم والتربوي والحضاري داخل الصفوف، وايضا القضاء على الفقر والحاله الاقتصاديه للمجتمع العراقي والبيئه المدرسيه المحيطه بها، هذه كلها مسميات قد تكون خارجه عن السيطره بالوقت الحالي لكنها طيب. اساسيه لو سيد داود التربويه لدعي مجتمع نحتاج الى سيد داود، يعني لو تحدثنا بمقارنه اليوم البيئه المدرسيه والطلابيه تختلف كثيرا عن الماضي، يعني حتى من ناحية احترام المدرسين والمعلمين، ما الذي اختلف عن مبادئ قيم تربية الماضي عن الحاضر؟ أبدا، التربية والفلسفة التربوية والنظرة المجتمعية والعقائدية والدينية هي نظرة حقيقة مستمرة مثل ما كانت المناهج قديما الآن المناهج، لكن التطور النوعي للفكر السياسي وللمنظومة العشائرية والمنظومة الاجتماعية شجع الطلاب على عدم احترام المدرس أو المعلم داخل المدرسة وعدم الانصياع لأوامرهم. الانفتاح التكنولوجي اللي موجود ومشاهدة ما يحدث في المدارس الأخرى في البلدان الأخرى من تمرد من تنمر على المدرس على الأب على الموظف داخل المؤسسات التربوية هو اللي أعطى أذن صريح للطالب بالممارسة بهكذا وضعية، إضافة إلى رفع العقوبات التأديبية وليس العقوبات البدنية. حتى الله سبحانه وتعالى عند مبدأ الثواب والعقاب على من يكون بشكل يسير بشكل مستقيم وينحرف عن الخط المستقيم هناك عقوبات. نحن لا نطالب بعقوبات تشريعية وإنما فسح المجال للمدرس أو المعلم بالمعالجة الحقيقية وفق ما يراه مناسب دون المساس بالعقوبات البدنية الكبرى، يعني ما نوصل إلى ضرب الطالب بشكل مبرح وبشكل مؤذي، لكن هناك توجيه وهناك احترام للمعلم من قبل المؤسسات الإعلامية ومن قبل المؤسسات التربوية. غياب القانون نوعا ما أيضا أفسح المجال لكثير من التمادي على المعلمين والمدرسين، عدم حماية الهيئات التدريسية، علو يد العشائر على القانون، وبالتالي متى تتدخل في امور قد لا تعنيها اطلاقا، واحنا نعرف ان التربيه هي تربيه وتعليم وليس فقط تعليم، فبالتالي عندما تغيب الرؤيه الحقيقيه والمشروعيه الحقيقيه لبناء مستقبل وترك الامور على وضعها بدون تدخلات من قبل الدوله ومن قبل القانون، اعتقد سنصل الى وضع متسيب، ونحن الان عايشين بهذا المجال وفق مجتمع منفتح على كل الاتجاهات، وهذا الطالب يتلقى من البيئه ويتلقى من المدرسه ويتلقى من المؤثرات الخارجيه. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات ضيفي الكريم، كنت معي من بغداد السيد التربوي داود سلمان.
حذرت الأمم المتحدة من أي تهجير قسري جماعي للمدنيين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريغ أن المدنيين في رفح يحتاجون إلى الحماية، والأمم المتحدة لا تريد رؤية أي تهجير قسري جماعي. نشعر بقلق بالغ بشأن مصير المدنيين في رفح، والأمين العام كان واضحا جدا عندما سئل عن فتح أبواب معبر رفح. هي ليست أبوابنا لنفتحها، الناس بحاجة إلى الحماية، ولا نريد أن نرى أي نزوح جماعي قسري للناس، ولن ندعم بأي شكل من الأشكال التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي. نحاول أن نوفر للمدنيين طعاما ولباسا وعلاجا طبيا، ولكن يكاد يكون من المستحيل بالنسبة لنا أن نحميهم من نيران الدبابات وقذائف المدفعية. اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان واشنطن بمشاركتها في الإبادة الجماعية بغزة. عبداللهيان أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم ينجح خلال أكثر من 4 أشهر من القصف بتحقيق أي من أهدافه في غزة. العالم بأجمعه بأنه بعد مضي أكثر من 4 أشهر على هذه الحرب والإبادة الجماعية ضد أهالي غزة والضفة الغربية، فإن الكيان الصهيوني وداعميه لم يحققوا أي إنجاز ملموس بهذا الشأن. الولايات المتحدة أمريكا همزمان در دو مسير حركت مكونه. إن الولايات المتحدة الأمريكية فتتجه في مسارين بشكل متزامن. مسير أول تداوم إرسال مستمر سلاح ومشاركة در نسل كشي در غزة است. المسار الأول هو استمرار إرسال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني والمشاركة في الإبادة الجماعية في غزة. ومسار الدوم سخن گفتن از راه حل سیاسی است. والمسار الثاني هو الحديث عن التوصل لحل سياسي. ما بصراحة میگوییم اگر آمریکا به دنبال آرامش در منطقه هست، راهکار آن توقف نسل‌کشی، جنگ و جنایات در غزه و کرانه باختر است. نحن نقول بكل صراحة بأنه إذا أمريكا تتطلع نحو إرساء الهدوء في المنطقة، فآلية ذلك وحل ذلك هو وقف الإبادة الجماعية والجرائم وهذه الحرب ضد غزة والضفة الغربية. از مقامات عالی لبنان و جناب آقای وزیر بوحبیب در خصوص تحولات داخلی لبنان گزارشات امیدبخشی رو دریافت کردیم. نحن تلقينا تقارير جيدة من المسؤولين في لبنان وزميلي معالي الوزير السيد بوحبيب. جمهوري اسلام ايران جزء خير بر. استهدف حزب الله اللبناني تجهيزات تجسسية للاحتلال الإسرائيلي في تلال كفر شوبة ومزارع شبعة اللبنانية المحتلة. وأكد حزب الله في بيان أنه تم تحقيق إصابات مباشرة في هذا الموقع، وأنها جاءت دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال الحدودية مع فلسطين المحتلة محققة إصابات مباشرة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد مسيرتين وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمال محافظة الحديدة في اليمن، كانت معدة للإطلاق تجاه البحر الأحمر. القيادة في بيان قالت إن الأهداف التي تم قصفها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة من قبل الحوثيين. وأردف البيان أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام الساعة الأولى من تفاصيل الرابعة. هذا تذكير بأبرز عناوينها. البرلمان يسلم تقريره الخاص بقصف القائم، والخلاف يغيب الإجماع النيابي حول إخراج التحالف الدولي.
كبار القوانين تغيب عن الجلستين القادمتين بالبرلمان، ورئاسة المجلس الشاغرة تواصل تسيدها المشهد الخلافي. كركوك تعجز عن حسم أمر محافظها، وواصل تعاود الخلاف بعد مناوشات البرلمان ومحافظها، وديالة تنتظر قرار بغداد. تابعتم أيضا في الساعة الأولى من تفاصيل الرابعة ترحيل النظر القضائي بقانون انتخابات كردستان العراق إلى 18 من شباط الحالي، وأربيل تبرق لبغداد من جديد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. سنبحث في الساعة الثانية من تفاصيل الرابعة آخر المستجدات حول تشكيل مجالس المحافظات مع ضيوفي الكرام، السيد عريب الزاملي نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة واسط السابق، أهلا بك، وأيضا الشيخ حسين طعيس التميمي شيخ البوحسان في المقدادية ومنظم احتجاجات المطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة ديالة، وأيضا ضيفي من كركوك محمد مهدي البياتي رئيس تحالف كركوكنا التركماني. أبدأ معك سيد عريب الزاملي، أهلا ومرحبا بك بداية. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناة الرابعة الفضائية. هل ردت المحكمة الإدارية العليا طلب الأمر الولائي سيد عريب الخاص بإيقاف إجراءات الجلسة الأولى لمجلس محافظة واسط، وكيف تنظرون إلى هذا الخلاف من الناحية القانونية؟ تفضل. حقيقة هذا ما يشغل الشارع الواسطي الآن. الشارع الواسطي ينتظر برمته ما يصدر عن محكمة القضاء الإداري. اليوم صدر قرار برفض طلب أمر الولاء الذي قدم من 5 أعضاء، أعضاء مجلس محافظة المنتخبون الجدد، وكان رأي المحكمة محكمة القضاء الإداري حسنا ذهبت إليه، حيث سببت أنها لا يمكن إعطاء رأي مسبق في هذا الطلب كون هنالك دعوة منظورة أمامها وعين موعدا للنظر فيها، وبذلك لأن النظر في هذا الطلب يدخل المحكمة في أصل الحق، وإنها أرادت الابتعاد عن الدخول في أصل الحق وإصدار القرار وفق الدعوة المنظورة أمامها. طيب كيف سيحل هذا الخلاف اليوم سيد عريبي؟ يعني من الناحية القانونية، من الناحية السياسية؟ الناحية القانونية عين يوم 18 من هذا الشهر موعدا للنظر في طلب الأمر الولائي. نعم. أما على الناحية السياسية فواسط مستقرة سياسيا، والكتل الفائزة في واسط كلها تحتكم إلى العقل، وباب الحوار مفتوح من جميع الكتل السياسية. هناك كتلتين فائزتين، كتلة واسط أجمل وكذلك كتلة الإطار، والجميع الآن يحكمه منطق العقل، فكل البيانات التي تصدر عن الكتلتين كان هدفها الأول والأسمى هو احترام القانون وكذلك احترام القضاء. ناهيك على أن الحوار مفتوح للكتلتين، هنالك تداول كبير بين رؤساء الكتل إذا كان على المستوى المحلي أو كان هنالك على مستوى المركز، فبالتالي لا يمكن أن تكون هنالك عقبات في تشكيل حكومة واسط المحلية، وواسط تنتظر حكومة محلية قوية قادرة منسجمة تعمل سوية من أجل أبناء محافظة واسط. طيب سيد عريبي، هل ألقت اليوم المحاصصة السياسية بظلالها على شكل الحكومات المحلية، أم أن آلية توزيع المناصب هي وفقا للاستحقاق الانتخابي ووفق التصويت والنتائج في واسط؟
سيدتي الكريمة، في الأنظمة البرلمانية هنالك استحقاق انتخابي. نعم. نحن لسنا في سلطة أو في نظام رئاسي. نعم هنالك نظام برلماني، وأحد مرتكزات هذا النظام هو الأحزاب، والأحزاب تشارك جميعها في الانتخابات، سواء كانت هذه الانتخابات محلية أو انتخابات على مستوى المركز. فبما أن هنالك أحزاب، هنالك فائزين من هذه الأحزاب، وكل حزب لديه استحقاق، وهذا الاستحقاق يسمى ويؤطر بإطار المشاركة أو الشراكة أو التوافقية، أو ما يسمى أو يعاب عليه بالمحاصصة. هذه ليست محاصصة بالنظر السياسي إلى عام، المنظور السياسي لهذا الشيء هو استحقاق انتخابي لكل حزب وبقدر حجمه الانتخابي. بما أن هذه الاستحقاقات هي ناتجة عن صندوق انتخابي وعن إرادة شعب، فهذه الاستحقاقات كلها محترمة. إذن نحن اليوم لم نغادر المحاصصة ولن نغادر المحاصصة، هي بالتأكيد بحسب كلام حضرتك تؤثر على التشكيل بشكل مباشر أو غير مباشر، في واسط أو حتى في غير محافظة أخرى. هناك متلازمة يجب أن يعرفها الجميع ويعرفها الشعب، ونحن كخبراء في القانون وكذلك باحثين في الشأن السياسي نجد أن المحاصصة هي عنوانها الصحيح هي استحقاق انتخابي. ما دام هنالك نظام برلماني لا بد أن يقابله بالكفة الأخرى استحقاق انتخابي أو محاصصة، إذ لا يمكن لأي حزب أن يحصل على أغلبية مطلقة سواء على مستوى حكومة المركز أو مستوى الحكومات المحلية، فبالتالي يلجأ الحزب إلى التوافق أو الائتلاف مع حزب آخر فائز يشترك معه بالرؤى والأهداف وتجمعه قواسم مشتركة، وهذا يسمى حقيقة استحقاق انتخابي لكل حزب فائز. طيب اليوم لو تحدثنا عن محافظة واسط سيد عريبي، وحضرتك يعني رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة واسط السابق، ماذا تحتاج هذه المحافظة اليوم؟ ما هي المشاريع المتلكئة؟ ما هي الخدمات التي تنتظر أن تنتعش لربما اليوم في هذه الحكومات المحلية التي تنتظر التشكيل؟ قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل أعطى صلاحيات واسعة للحكومات المحلية، ومنها رسم السياسات العامة للمحافظات. ومحافظة واسط حالها كحال باقي المحافظات، تحتاج إلى مجلس محافظة قوي يعمل بروح الفريق الواحد، يخطط ويبرمج لموازنة تأتي من المركز، كيفية توزيع هذه الموازنة. يعتقد الكثير أن المجلس سابقا بعد قرار مجلس النواب بحل المجلس أن مجلس المحافظة حلقة زائدة، وهذا الكلام لا يصمد لا أمام الدليل ولا أمام العرف ولا أمام القانون. مجلس المحافظة مؤسسة دستورية ناضجة، وقد نص عليها الدستور العراقي وأيد ذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا عندما حلت مجالس المحافظات، أكدت على دستورية مجالس المحافظات. بالتالي محافظة واسط تحتاج إلى مجلس محافظة قادر على التخطيط للنهوض بالمشاريع الاستراتيجية. محافظة واسط تحتاج إلى مستشفيات، تحتاج إلى مدارس، تحتاج إلى طرق سريعة، تحتاج كذلك إلى صيانة في بعض المباني الحكومية، تحتاج إلى تنشيط الواقع الزراعي باعتبار واسط محافظة زراعية. كل هذا يأتي من خلال الرؤى التي يصدرها المجلس وينفذها المحافظ وفريقه. نعم. طيب لو ذهبنا إلى ضيفي الكريم شيخ حسين طعيس التميمي، شيخ البوحسان في المقدادية ومنظم احتجاجات المطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة ديالى، أهلا ومرحبا بك شيخ. كتل ديالى اليوم تواصل الحوار لاختيار رئيس مجلس المحافظة، أهلا بك ومحافظ، هل تتوقعون أن يكون مرشحو التسوية خيار لحل الخلافات اليوم في المحافظة؟ لا أعلم إن كان الصوت واضح لديك، إلى أن تجهز جنابك الكريم سأعود من جديد إلى سيد عريبي. سيد عريبي، كنا نتحدث عن واسط، ماذا تحتاج واسط من مشاريع، ما هي المشاريع المتلكئة، ولو تحدثنا عن الفروقات اليوم ما بين مجلس المحافظة السابق وما الذي يستطيع أن يقدمه اليوم للمحافظة المجلس المنتظر أن يشكل في المحافظة سيد عريبي. توضيح لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة، مجلس محافظة واسط في الدورة السابقة كانت دورة عصيبة جدا وعسيرة، حيث هنالك
تقريبا ثلث الأراضي العراقية فقدت، وهنالك تصدي لداعش، حيث رصدت جميع موازنات العراق المركزية لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي الكافر، وبالتالي لم يأتي إلى المحافظات إلا النزر اليسير من موارد المركز التي تأتي من الموازنة الريعية للنفط، وكذلك من الرسوم والضرائب المفروضة في دوائر الدولة والمنافذ الحدودية. حقيقة ما تم تسجيله ورصده في مجلسنا السابق أن كان محافظة واسط قد وصلها لا يتجاوز 400 مليار دينار عراقي لمدة 4 سنوات، وهذا لا يكفي أيضا لتحريك عجلة الإعمار. أما بعد حقيقة بعد حل المجلس وتشكيل حكومة السيد الكاظمي وصل إلى محافظة واسط أكثر من تريليون دينار عراقي، بالتالي استطاع الفريق التنفيذي أن يصل إلى أبعد نقطة من النقاط بإيصال الخدمات، وهذا أيضا يحسب إلى الفريق التنفيذي في محافظة واسط. ولكن المحافظة تحتاج إلى هدوء وتحتاج إلى استقرار وتحتاج إلى الكثير من الإيثار حتى يمكن أن تكون الحكومة قادرة على تلبية متطلبات أبناء واسط. طيب. أما عفوا عذرا على المقاطعة، لو سمحت لي بالانتقال إلى ضيفي الكريم السيد محمد مهدي البياتي، رئيس تحالف كركوكنا التركماني عبر سكايب من كركوك. أهلا بك سيد محمد. يبدو أن مجالس المحافظات أصبحت يعني أشبه بحفلة لتوزيع اليوم المغانم والمصالح بين بعض الأحزاب السياسية والكتل السياسية في كركوك. ألا تعي تلك الأحزاب في المحافظة خطورة ما تقوم به اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولفضائيتكم الكريمة والضيوف الكرام. حقيقة هذا الجدل بين المركزية ولا مركزية إلى الآن لم يحسم. الكتل السياسية مقسمة فيما بينها، هل أن لا مركزية مفيدة أم المركزية مفيدة، والسلبيات وإيجابيات المركزية واللا مركزية. أنا أعتقد نحن إلى الآن رغم مرور أكثر من 4-5 دورات لانتخابات مجالس المحافظات لازلنا في بداية الطريق، وأسباب كثيرة يعني. من ضمن هذه الأسباب إلى الآن ليست لدينا كتل وأحزاب اندمجت مع الحالة المدنية، وإحنا دولتنا لا تعتبر من الدول المتقدمة في الديمقراطية وفي موضوع الانتخابات. يعني على هذا الأساس أنا أعتقد لا مركزية ليست فوضى. نحن نرى مضمون سؤالكم بأن هذه اللا مركزية كلفتنا الكثير على مستوى صرف الأموال، على مستوى الإنجازات التي حصلت، على مستوى الإعمار وغير الإعمار والدرجات الوظيفية وغيرها. لا هذه المركزية مطلوبة، ولا المركزية اللي حولت العراق في الفترات المنظمة إلى الدكتاتورية. نحتاج إلى مركزية، لا مركزية منضبطة، ومركزية في الدولة أيضا مطلوبة على مجالس المحافظات والمحافظات. أفهم من كلام حضرتك اليوم يعني نحتاج إلى تعديل، تغيير، إضافة، حذف، استحداث بقضية النظام السياسي والتراتبية السياسية حتى أن نصل إلى حلول وإلى تنظيم وتشكيل معقول يعني في محافظة كركوك وأيضا في المحافظات الأخرى. في المحافظات الأخرى بشكل عام قانون المحافظات الغير منتظمة بأقليم نعم بحاجة إلى تعديل. مثلا مرجعية مجالس المحافظات، من هي مرجعية مجالس المحافظات؟ لمن يعودون؟ للبرلمان، للدولة، لأمانة مجلس؟ هذا يحتاج إلى تعديل حقيقي يعني، هذا واحد. أما بخصوص كركوك، المواد الدستورية هي التي أعطت خصوصية لمحافظة كركوك. هناك مشكلة في كركوك، وهناك أزمة في كركوك، هناك انعدام الثقة فيما بين مكونات كركوك. وخاصة نحن عشنا في كركوك في فترات غير مستقرة تماما لحد 2017 بحكومة حيدر العبادي
كانت هناك عمليات فرض القانون في كركوك. نحن نعتبر أن هذه العمليات فرض القانون هي التي أعطت خصوصية أخرى لمحافظة كركوك، يعني معناته هناك مشكلة في كركوك. أضف إلى ذلك هناك أيضا مشكلة في الشفافية. طيب المعلومات التقارير تؤكد أن هناك مشكلة. سنبحث هذه النقطة تحديدا سيد محمد بالتأكيد، ولكن اسمح لي بالانتقال إلى ضيفي الكريم سيد حسين. سيد حسين، كتل ديالى اليوم تواصل الحوار لاختيار مجلس المحافظة وبالتأكيد المحافظ، هل تتوقع اليوم أن يكون مرشحو التسوية هو الخيار الأفضل والأوحد لحل الخلافات في المحافظة؟ مرشحو التسوية بنظر محافظة ديالى، لأنها محافظة تختلف عن جميع المحافظات بتعدد الأطياف، تعتبر غير ناجحة. والاختيار الأمثل في محافظة ديالى هو حسب الكفاءة اللي لمستها محافظة ديالى من الشخص اللي دار محافظة ديالى في أزمات كانت كبيرة ومؤذية لمحافظة ديالى. وتذكرون الأحداث اللي صارت قبل أشهر في محافظة ديالى، كان محافظ ديالى هو المتصدي، ما عانيناه في الانتخابات وبعد الانتخابات وفي الجلسة الأولى تدخل النواب، تدخل غير صحيح في إدارة الجلسات، وتهديد أعضاء المجالس. على أثر هذا التدخل كانت جماهير محافظة ديالى قامت بالتصدي لهم وتحذيرهم من انهيار أمني في داخل محافظة ديالى. طيب يعني اليوم ماذا تحتاج ديالى لحل هذه الخلافات وبالتالي تشكيل مجلس المحافظة واختيار المحافظ المنتظر؟ المحافظة تنظر إلى الحكومة المركزية، يجب أن تكون نظرتها إلى محافظة ديالى تختلف عن المحافظات الأخرى لما لها من أهمية وتعدد الأطياف. والكفاءة في محافظة ديالى يجب أن تكون للدرجة الأولى لإدارة المحافظة. طيب كركوك أيضا هي متعددة الأطياف والقوميات، كذلك ديالى كما تحدثت سيد حسين، يعني هل ستتأخر اليوم هذه المحافظات في تشكيل مجالس المحافظات فيها وتتجاوز المدد القانونية؟ محافظة ديالى اللي حصل بها عمليات إرهابية نوعية لاحظناها في أيام مختلفة وأشهر مختلفة، وقام هذا الرجل بالتصدي لها مع القوات الأمنية ووقف العمليات الإرهابية والسيطرة عليها، وهذا الرجل فاز بأغلبية أصوات أكثر من 44,000 صوت، وكتلته فازت بأكثر من 107,000 صوت. فكان الهجوم عليه هجوم غير منصف. فهذا الجماهير محافظة ديالى اختارت التصدي. واليوم اكو ان شاء الله بوادر خير باجتماع الأعضاء وان شاء الله خير. طيب لو سمحت لي بالانتقال مجددا والعودة إلى سيد عريبي. سيد عريبي، نواب عن واسط طالبوا بإلغاء مقررات جلستي مجلس المحافظة التي تم فيها انتخاب رئيس المجلس والمحافظ، كما أسلفنا فأن المحكمة الإدارية ردت ذلك الطلب. سيد عريبي، كيف ستؤثر تلك الأحداث على بيئة العمل لحكومة واسط؟
مما يحسب لمحافظة واسط ولكتلها السياسية الفائزة إنها احترمت الدستور والقانون وراعت تطبيقه في كل صغيرة وكبيرة. احترمنا الجلسة، وحقيقة كل الشارع الواسطي احترم الجلسة المنعقدة التي يؤمن البعض بشرعيتها والبعض الآخر قد لا يؤمن بشرعيتها. اعتمد نواب محافظة واسط على التعديل الثالث وفق قانون رقم 4 لسنة 2023، قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس المحافظات والأقضية، واستندوا إلى المادة 19 على أولا: يحق لمجلس النواب أن يقدم طلب إلى السيد رئيس مجلس النواب لمحاسب لإزالة أي مخالفة قانونية قد ترتكبها المجالس المحافظات سواء في محافظة واسط أو في أي محافظة أخرى، ويرى النواب أن هنالك مخالفات وهذه المخالفات عرضت أمام محكمة القضاء الإداري وسببت في عريضة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري. وعندما اطلع السادة النواب على هذه المخالفات في اجتماع موسع لهم وآمنوا بأن هذه مخالفات للدستور وللقانون ومخالفات صريحة وواضحة، تقدموا بطلب رسمي إلى السيد رئيس مجلس النواب العراقي الموقر حقيقة الأستاذ محسن المندلاوي، وكان هذا الطلب مسببا بأسباب قانونية. وعندما اطلع عليه السيد رئيس مجلس النواب وأحيل إلى اللجنة القانونية صدر به توجيهين: التوجيه الأول إلى مجلس المحافظة مكتب الرئيس، والتوجيه الثاني إلى ديوان رئاسة الجمهورية بعنوان التريث في إصدار المرسوم الجمهوري لحين إزالة المخالفات القانونية. أما فيما يخص الكتاب الآخر الذي وجه إلى مكتب رئيس مجلس محافظة واسط، قد تضمن إلغاء الجلستين وإعادتهما لمراعاة المشروعية. عند إعادة الجلستين هنالك حقيقة احترام أبدت الكتلتين المتنافستين. هنالك يعني سند قانوني ودليل قانوني أدى إلى الاتجاه والذهاب إلى هذه الخطوة القانونية سيد عريبي. نعم، مجلس النواب العراقي له اليد الطولة بالرقابة على الحكومات المحلية، وحقيقة أنور بعض الشيء إلى جميع المشاهدين أن الحكومات المحلية مجالس المحافظات مرجعيتها هي مرجعية مجلس النواب العراقي، ومجلس النواب العراقي له سلطة مباشرة على هذه الحكومات في واضحة في عديد من المواد ومنها المادة 20 أولا، حيث لو أي حكومة محلية أقدمت على إصدار أي قانون مخالف يتصدى له مجلس النواب ويتم التصويت عليه بالأغلبية البسيطة ويتم إلغائه. بالتالي هذه المرجعية الكبيرة، هذه السلطة الكبيرة، السلطة التشريعية الرقابية، أخذت بالنظر في جميع قرارات المجالس والحكومات المحلية. وهنا يتبلور لدى الجميع بأن الرقابة المركزية ممتدة إلى مجالس المحافظات وإلى جميع مؤسسات الدولة العراقية. طيب، البصرة ليست أقل تعقيدا اليوم سيد عريبي، يعني وكانت هنالك توقعات بولادة عسيرة لمجلس المحافظة فيها، ولكن مرت الأمور بشكل سلس وجيد وشكلت الحكومة المحلية بعد قرار الاتحادية اليوم. هل ستلحق واسط بركب مجلس محافظة البصرة وتشكل الأمور كما يعني وتمضي بالخدمات اليوم في واسط؟ يحظى السيد محافظ البصرة أسعد العيداني بمقبولية كبيرة لدى جميع القوى السياسية، إذا كانت قوى الإطار أو قوى المؤتلفة الأخرى. لذلك نجد أن ولادة حكومة البصرة كانت ولادة الكل يعتقد أنها عسيرة، لكنها ولادة سلسة، وعقدت في الجلسة الأولى التي دعا لها السيد المحافظ خلال 15 يوما. كما لا يخفى على الجميع أن السيد أسعد العيداني في يوم من الأيام رشح لأن يكون رئيسا لوزراء العراق، وبالتالي هذه المقبولية أثرت تأثيرا كبيرا في الشارع البصري وحتى لدى قوى الإطار. تم التجديد لولاية السيد العيداني رغم هنالك بعض الاختلاف في وجهات النظر لدى بعض قوى الإطار، ولكن في قادم الأيام سنلاحظ حكومة قوية متماسكة تعمل يدا بيد مع السيد العيداني لإكمال مشواره الكبير. طيب، على العكس من الحكومات الأخرى التي لديها تقاطعات مع قوى الإطار.
طيب سيد عربي، سأعود إليك بسؤال نتحدث فيه عن الصلاحيات وعن مدى إن كان هنالك تداخل قانوني ما بين قانون مجالس المحافظات وقوانين المؤسسات والدوائر الحكومية العراقية الأخرى. ولكن اسمح لي بالعودة مجددا إلى سيد محمد. سيد محمد، الأحزاب الكردستانية تتحدث بثقة تامة عن إمكانية حسم منصب محافظ كركوك لصالحها، ما فرضية حصول هذا الأمر وعلى ماذا استندت؟ أنا أعتقد هذه المرة القضية اختلفت تماما. يعني سابقا كان الأحزاب الكردية تحصل على الغالبية العظمى من الأصوات في محافظة كركوك، لكن هذه المرة لم تحصل على الغالبية العظمى من الأصوات، وهذا يعني القوى الكردية مع القوى العربية والتركمانية بحاجة ماسة إلى أعلى درجة من درجات التوافق فيما بينهم. يعني المجموعة الكردية إذا اتفقت فيما بينها 8 مقاعد، المجموعة العربية والتركمانية والآخرين 8 مع الكوتا المسيح، 8×8 كيف سيكون؟ يعني مبدئيا أعتقد يجب أن يكون توافق. إذا الأخوة الكرد أحزاب الكردية يصرون على منصب المحافظ، الأخوة العرب أيضا يصرون على منصب المحافظ، هناك مقترحات. ما أدري مدى قبول هذه المقترحات فيما بين داخل أحزاب الكردية والعربية، أن يكون ال4 سنوات مقسمة بين هذه المكونات. السنتين الأولى يكون المحافظ كرديا ورئيس المجلس عربيا، المرحلة الثانية بالعكس، رئيس المجلس من المكون العربي والمحافظ من المكون العربي ورئيس المجلس من المكون الكردي. طيب وهكذا. هل هذه الفرضية التي تتحدث عنها سيد محمد، عذرا على المقاطعة، هذه الفرضية التي تتحدث عنها هل هي قانونية؟ هل حصلت في السابق؟ لم يحصل، لأنه طيلة هذه الفترة لحد 2017 كان هناك مكون سياسي كردي متسلط بالكامل على إدارة المحافظة، ولم كانوا يحتاجون إلى المقاعد العربية ولا التركمانية. هذه المرة الخارطة السياسية وخارطة الانتخابات اختلفت تماما. طيب سيد محمد، الاتحاد الوطني متحصل على 5 مقاعد ويتحدث عن استحقاق جماهيري له بمنصب المحافظ. المقابل ايضا 5 مقاعد زائدا اعلنوا عن تحالف عربي من 7 مقاعد زائدا كوتا المسيح 8. نفس الدعوة ونفس المطلب ونفس الرغبة. لا نتحدث عن التحالفات، لكن نتحدث عن الحزب بمفرده. سيد محمد، عذرا على المقاطعة بالتأكيد. أيضا أنا هم أقول التحالف العربي أيضا حصلوا على 5 مقاعد. طيب اليوم من الأقرب أو الأجدر للظفر بهذا المنصب؟ هل ستحل الأمور بسهولة وسلاسة في محافظة كركوك؟ لا ما اعتقد القضية تحسم ببساطة. يعني حتى إذا يكون هناك تصويتا سريا لا يحصل التوافق، إلا أن يكون توافق على ورقة، لأنه حصل اجتماع مجلس المحافظة، اجتماع ناقص، الأكراد دخلوا، العرب والتركمان لم يدخل، إذا هناك مشكلة لحد الآن عويصة. طيب هل هنالك فرضية التوجه نحو العاصمة بغداد لحل هذه المسألة في محافظة كركوك بسبب هذه التعقيدات التي نتحدث عنها سيدي؟ حاليا رؤساء الكتل السياسية منذ أكثر من 10 أيام جميعهم موجودين في بغداد. ونحن نقول مشكلة كركوك لا تحل في كركوك وإنما في بغداد. طيب لو سمحت لي بالعودة مجددا إلى سيد حسين. سيد حسين، الغريب في الأمر في محافظة ديالى تحديدا أنه بعد كل اتفاق على شيء معين يتغير كل شيء، يعني بين ساعة وساعتين هذا التغيير. لماذا اليوم هذا التخبط السياسي في القرار في محافظة ديالى؟ التخبط السياسي في محافظة ديالى
بسبب تدخل ذكرنا هذا التدخل في بداية الأمر. نعم. بسبب تدخل بعض النواب الذين ليس لهم الحق بالتدخل والتهديد. التهديد كان لأعضاء المجالس في الجلسة الأولى، وكان التهديد واضح للجماهير، فخرج جماهير محافظة ديالى رافضة للتهديد. التهديد لا يكون على أسس صحيحة ولا يمكن أن يكون صحيح، بل يبني إلى ويؤدي إلى قانون الغاب. اليوم الجماهير في محافظة ديالى خرجت وانتخبت بأصوات كثيرة، وكانت الأغلبية للشخص الذي يريدونه، والشخص الذي كانت تريده الجماهير اليوم هو في مقدمة الناس المطلوبين الذين تطلبهم جماهير محافظة ديالى لإدارة المحافظة. والتخبط أصبح بسبب هذا التدخل وهذا التهديد. طيب هذا الموضوع اليوم هو يخص ديالى تحديدا، لماذا اليوم الوفود متواجدة في بغداد؟ الوفود قصدك وفود مال الجماهير، القوى السياسية في ديالى؟ نعم، القوى السياسية في ديالى تطلب المعونة من الحكومة المركزية للسيطرة على هؤلاء الذين يهددون الأعضاء. نعم. إذا لم تتدخل الحكومة المركزية من يتدخل؟ احنا طلعنا البارحة وكان طلعتنا انه نطالب بالحق والخير، بس ما لازم العون من بغداد يجي، لانه احنا كنا ننظر الى بغداد هي الام. لازم تدير الملف وتديره بالشكل الصحيح. إذن اليوم المسألة معقدة أيضا في ديالى كما هو الحال في كركوك، ويبدو كلا المحافظتين تنتظر المساعدة أو المعونة كما وصفت سيد حسين من الحكومة المركزية في بغداد. لو سمحت لي بالعودة إلى سيد عرابي. سيد عرابي، كان لدي استفسار أو سؤال أو توضيح كما يحلو لك بما يخص الصلاحيات القانونية. اليوم القانون الداخلي للتنظيمات الخاصة بمجالس المحافظات هل تصطدم أو تتداخل لربما مع القوانين الأخرى المنظمة الداخلية للمؤسسات الحكومية العراقية؟ مجالس المحافظات يحكمها قانون، القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وفيه ثلاث تعديلات. التعديل الأخير هو وفق قانون رقم 4. حقيقة هذا القانون رسم صلاحيات مجالس الحكومات المحلية، مجالس المحافظات تمتد رقابتها وصلاحياتها على جميع دوائر الدولة في المحافظة ضمن الحدود الإدارية، عدا القضاء وعدا الجامعات وعدا ما ينسب إلى وزارة الدفاع. حقيقة لا يوجد أي تعارض في الصلاحيات بين مجالس المحافظات. دائما نلاحظ شياع ثقافة قانونية وصحية عندما يتعارض أي إجراء أو أي اعتبار قانوني، نجد أن المتضرر يلجأ إلى المحاكم المختصة، وهنالك العديد من القرارات صدرت سواء على القضاء الإداري أو صدرت من المحكمة الاتحادية العليا تحدد صلاحيات مجالس المحافظات، وبالتالي لكل وزارة ولكل مؤسسة قانون يحكمها، ولكن هنالك نوع من الرقابة المحلية على هذه الوزارات وهذه المؤسسات داخل الحدود الإدارية للمحافظة وفق قانون مجالس المحافظات رقم 21. طبعا المحافظات غير المنتظمة في إقليم، أما المحافظات المنتظمة في إقليم لها شأنها الخاص ولها قوانين أخرى تديرها من إقليم كردستان. اليوم نلاحظ مجالس المحافظات أبلت بلاء حسنا في موضوع الرقابة في دوراتها السابقة، ولكن مجلس النواب حقيقة أخفق إخفاقا كبيرا في ظل الاحتجاجات وظل التظاهرات التي شهدتها بغداد والمحافظات الأخرى، وسارع إلى القفز على الدستور وألغى مجالس المحافظات. ورأينا الكثير ممن
ادعى بأن مجالس المحافظات حلقة زائدة من النواب السابقين أو من السياسيين، بنى له كتلة وبدأ يتصارع إلى أن يكون له عضو أو تكون له كتلة في الحكومة المحلية، وأنفق العديد من الأموال حتى يجلب عضوا في مجلس المحافظة أو يصدر كتلته لإدارة المحافظة. لو كانت هذه المجالس حلقة زائدة لما تنافس عليها السياسيون. نعم. لدي سؤال بخصوص الحلقة الزائدة، عذرا سيد عريبي، يعني كيف بالإمكان اليوم مجالس المحافظات أن تتخلص من هذا الوصف وهذه الذاكرة في مخيلة المواطن العراقي، خصوصا وأن هنالك تجربة سابقة لمجالس المحافظات من سنين؟ الملاحظ سيدتي الكريمة لوضع العراق بعد عام 2003 شهد العديد من التحولات. ابتداء تعرض العراق إلى تنظيم التنظيمات الإرهابية التي كانت تسمى القاعدة والتفجيرات، ووجود الاحتلال الأمريكي ووجود القواعد الأمريكية وكذلك وجود تنظيم داعش. اليوم العراق يعيش في أحسن حالاته من الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي رغم وجود بعض المؤشرات. الآن بدأ دور المجالس المحافظات والحكومات المحلية يبرز إلى الواجهة بقوة، حيث كل محافظة يمكن أن تنمي ما مطلوب لديها وتنمي مواردها وتعرف خططها وتواصل برامجها من أجل إعطاء أولوية كبيرة لخدمة أبناء المحافظات. بالتالي هنا هذا النضوج حقيقة لم يأتي عن عبث أو يأتي عن فراغ، فالعراق مر بهذه التجارب وتجارب مريرة. اليوم ظاهرة وجود المجالس عفوا ليست هي بظاهرة فقط، وإنما حالة سياسية وحالة دستورية. اليوم نجد أن الجميع قد أبدى رأيه في مجالس المحافظات، وهنالك أكثر من رأي حتى وإن كان أو عفوا من قرار من المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن هذه المجالس ليست حلقة زائدة وإنما مؤسسات دستورية. متى تكون هذه المؤسسات أو مجالس المحافظات مؤثرة في الشارع المحلي؟ تكون هذه المجالس مؤثرة عندما تكون هنالك موازنة وتخضع هذه الموازنة إلى الرقابة ويتصدر عاملي الحرمان وكذلك عاملي الكثافة السكانية بتوزيع هذه الموازنة وفق أطر حقيقية قانونية، كل قضاء وكل ناحية وكل زقاق وكل محلة تحتاج إلى رؤية خاصة ابتداء من مجالس المحلية وانتهاء بمجلس المحافظة ويتم المصادقة. نعم. على طيب. هذه الموازنات واضح جدا. سيد عريبي لو سمحت لي بالعودة مجددا إلى سيد محمد. سيد محمد، كركوك، نبقى في سياق محافظة كركوك، وضعها مختلف، اختيار الحكومات المحلية دون توافق تام ما بين جميع القوى السياسية، كيف سينعكس على أداء تلك الجهات بعد استلامها لمهامها في كركوك؟ تدرون لحد الآن الأخوة الفائزين والمجلس وأعضاء المجلس لم يعقدوا اجتماع وجلسة رسمية، لكن محافظة مثل كركوك أو أي محافظة نفس الترتيبات ونفس المكونات، التوافق لا يعني أنا الكتلة الكبيرة وأنا أذهب لتشكيل الحكومة تعال وراي، مو هيك. هنا في كركوك هناك أكراد، وهناك داخل أكراد هناك الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والجيل الجديد، هناك بين العرب، هناك من العرب الشيعة والسنة، وهناك تركمان وتركمان شيعة وسنة. إذا هذه المحافظة لا تتكون من هذه المكونات، أنا أعتقد هذه المحافظة ستكون ناقصة وإدارتها تكون صعبة وما تتوفق. أربع سنوات وأربع سنوات ستمر من مشاكل عويصة. يعني وفق هذه الأرقام التي تتحدث عنها، كم نحتاج من الوقت لتشكيل هذه الحكومة المحلية في كركوك؟ الوقت القانوني انتهى فعلا، يعني حاليا في الفراغ القانوني وفي الفراغ الدستوري. يعني نعم، لا أتحدث عن المدة القانونية، بالتأكيد قد انتهت حتى لو جددت. طيب يعني إلى ماذا نحتاج اليوم لتشكيل الحكومة في محافظة كركوك؟ فقط تدخل بغداد؟ أولا نحتاج إلى ليست فقط بغداد، 50% بغداد وسلطة بغداد و50% إيجاد جو أخوي وتفاهم
هاي الثقة منعدمة أن ترجع هذه الثقة، ونعتبر كركوك لا يمكن استقرارها إلا بعربها وأكرادها وتركمانها ومسيحيها وسنتها وشيعتها. إن لم تقبل أي كتلة من هذه الكتلة هذه النظرية فكركوك تضيع. طيب يعني الجو الأخوي الذي تتحدث عنه هو شبه معدوم سيد محمد، يعني نتذكر مسألة إعادة فتح مقر الديمقراطي، هناك ماذا حدث من أوضاع سياسية وأمنية مربكة في المحافظة حقيقة؟ أنا أعتقد هذه المعادلة أختي الكريمة طبيعية جدا، يعني نحن ناس وبشر عندنا طموحات، طموحات سياسية عندنا وأطماع عندنا، يجب أن يكون هناك مركز ينظم هذا الشيء. يجب هذه الطموحات التي تتحدث عنها سيد محمد، يعني أن لا يتعارض مع المصالح الشعبية، مع مصالح هذه المحافظة. يعني أنا خلي أكون صريح معكم في موضوع كركوك. احنا في كركوك نحتاج الى توفير هذا الجو، ونحتاج الى القوه. احنا مررنا بتجربه سيئه في كركوك. نحن في لحد 2017 كان هناك مكون سياسي وقومي واحد متسلط، وادى ما ادى هذه المشكله الى حدوث هذه العمليات في كركوك. لا نريد نكرر هذه التجربه السيئه. لا يمكن كركوك أن تكون لا عربيا ولا تركمانيا ولا كرديا. كركوك لجميع العراقيين الساكنين ضمن جغرافية كركوك، الأطراف التي تدعو إلى كردستانية كركوك، إلى عربية كركوك وغيرها، نحن لا نؤيد. نؤيد أن تكون المشروع الوطني في كركوك هو الحاكم. نعم. طيب اليوم السيد باسل طالباني يقول أن كركوك هي القدس، قدس كردستان العراق. ليش هي مثل ما يقول السياسي الكردي عثمان محمود بان ليش هي القدس رجعت الى العرب؟ نعم. طيب اسمح لي، ما ممكن اداره كركوك هذه التعقيدات بالشعارات، شعارات ولت ذهبت. حصلت عندنا انتخابات، ونتائج الانتخابات افرزت هذه طيب. أرقام وتفضل رقم ذلك. شوفي احنا بالنسبة لنا لدينا أرقام وشواهد وأدلة قدمناها إلى المحكمة الاتحادية، وطعنا بسجل الناخبين ما يقارب أكثر من 180 ألف ناخب أضيفوا إلى سجل الناخبين ظلما وجورا. نعم، يعني سلطنا الضوء كثيرا عن موضوع سجل الناخبين، ولكن يبدو أنه لم يحل. سنتحدث بخصوص هذا الموضوع، ولكن اسمح لي بالعودة مجددا إلى سيد حسن. سيد حسن، الكتل السياسية في ديالى مرتبطة بكتل بغداد كما تحدثنا قبل قليل، وبالقرار السياسي في بغداد. هل اليوم بالفعل نحتاج اليوم إلى قرار سياسي مركزي من بغداد لحل الأزمة والقرارات السياسية الداخلية في محافظة ديالى؟ هل تتوافقون مع هذا الطرح؟ هذا الطرح ربما يكون فيه نوع من الصحة، ولكن لا نقول التدخل من بغداد، ولكن نقول مساعدة بغداد مع أهل ديالى في اتخاذ القرار والوصول إلى إقناع المسؤولين أو الفائزين بالانتخابات بأنه الرجل الأصلح من بين المجموع يرشح نفسه ويكون له الأغلبية والفوز. إحنا بالنسبة أن بعض الناس هنا في محافظة ديالى يعتبرون مجلس المحافظات حلقة زائدة لما مروا به من ويلات في أثناء مجالس المحافظات السابقة. اليوم إحنا مرينا في أكثر من عام أو عامين بدون مجلس محافظة. محافظة ديالى بها صار جسور، وصار بها شوارع، وصار بها أعمار، وصار بها مدارس، وصار بها خيرات كثيرة وأعمال كثيرة ومشاريع كثيرة بدون مجلس محافظة.
وبمحافظ واحد، محافظ كان مخلص لمحافظة ديالى. اليوم محافظة ديالى قامت بانتخاب هذا الرجل المخلص وبأغلبية وبأصوات أكثر من 44,000 صوت كما ذكرت، وحتى قائمته أو قائمة حزبه كانت القائمة الأولى بأكثر من 107,000 صوت. نشوف بعض النواب اللي احنا ما نقول كل النواب، لا، بعض النواب جو في محافظة ديالى كان لهم دور سيء في إدارة المحافظة أو التأثير على إدارة المحافظة، تهديد الأعضاء وغير ذلك. احنا اليوم نريد من بغداد ان تكون البلسم لجرح محافظة ديالى، يعني محافظة ديالى الوسيط لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر. نعم نعم نعم، تقريب وجهات النظر والوسيط والصديق، يجب ان يكون بغداد تكون المساعد لمحافظة ديالى. نحن لا نقول تدخل مطلق ولا نقبل بذلك، لكن نقول التدخل العقلاني، لأنه محافظة ديالى مرت بتجربة مريرة مع مجالس المحافظات. اليوم احنا نريد تغيير، التغيير لازم يطلع من محافظة ديالى وبمساعدة بغداد. واضح جدا، واضحة الفكرة سيد حسين. اسمح لي بالعودة مجددا إلى الاستوديو سيد عريبي. سيد عريبي، الخلاف الحالي، نعود إلى الخلاف في واسط، هل هو وليد جلسة تشكيل الحكومة المحلية في واسط سيد عريبي، أم أن إبعاده تمتد إلى ما قبل الجلسة؟ حقيقة سجل هذا الموضوع ظاهرة صحية كبيرة، أن الأطراف المختلفة في الحكومة المحلية في واسط، وأقصد الكتلتين الفائزتين، كتلة واسط أجمل وكتلة الإطار، سجل أفضل ظاهرة حضارية، وهي احترام الدستور والقوانين النافذة واللجوء إلى القضاء، لكل من الطرفين أن يشعر بأنه هو صاحب الشرعية أو صاحب المشروعية، أن احترام القانون واحترام الدستور واللجوء إلى القضاء يمثل أسمى غايات المواطن العراقي، الذي يرى بأن الدستور هو الخيمة الحقيقية التي تحمي الفرد وتحمي المؤسسات وتحمي كذلك كل ما يتعلق بالفرد وممتلكاته. اليوم الحكومة المحلية في محافظة واسط انقسمت إلى كتلتين فائزتين، وهاتين الكتلتين الأولى تمتلك يعني 7 أصوات حصلت عليها، وهي كتلة المحافظ السابق محمد جميل المياحي، وكتلة الإطار التنسيقي، كتلة الإطار المتكونة من ائتلاف قوى الدولة وتحالف نبني ودولة القانون، وهنالك مقعد للأخوة الكرد الفيليين، وهنالك مقعد لخيمة واسط. هذه المكونات كلها اندمجت وانصهرت ببودرة الإطار التنسيقي التي امتلكت 8 مقاعد. الحوار لا زال مفتوحا بين هاتين الكتلتين، ويرى الشارع الواسطي أن الإيثار لا يزال إن شاء الله قائما، وسوف يتفق الطرفين بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري. إذا كان هذا القرار بالسلب أو الإيجاب، فكلا الكتلتين ظهرت ببيانات وأكدت احترامها لما سيصدر من القضاء. الحوار اليوم يدار مركزيا، وبعض الحوارات تدار محليا. حقيقة هدف الكتلتين هو ديمومة الاستقرار وديمومة الإعمار ونجاح الاستثمار، وبالتالي هذه كلها قواسم مشتركة يمكن أن تتلاقح فيما بينها وتنتج لنا نحن كأبناء محافظة واسط حكومة قوية متماسكة تعمل خلال هذه 4 سنوات لإكمال ما تم تخطيطه وتم إعداده من قبل مجلس المحافظة. واضح جدا. طيب، بالعودة إليك مجددا سيد محمد، وباختصار، كيف يمكن اليوم للحكومة الاتحادية أن تساند وتدعم عمل مجالس المحافظات القادمة في الفترة المقبلة؟ احنا بعدنا نص العراق الى الان ما محلوله مشكله مجالس المحافظات في نظره تفاؤليه للمستقبل، منها 4 سنوات على قولتهم الف عمامه وسط. نعم بالتالي نعم نحتاج الى تعديلات. شوفي، احنا عندنا في الدستور العراقي عندنا ماده خاصه بالتعديلات الدستوريه. نعم. كان واجب على الكتل السياسيه خلال دورات الـ4 تشكيل لجنه التعديلات الدستوريه، ومن ضمن التعديلات الدستورية هناك فقرات لها علاقة بقانون مجالس المحافظات. مع الأسف هذه اللجنة لم تعمل، وهناك أكثر من 50 مادة مختلفة عليها في الدستور. فتفعيل، نطلب من الحكومة ونطلب من البرلمان واللجان البرلمانية
تفعيل لجنة التعديلات الدستورية. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات ضيفي الكريم. كنت معي من كركوك رئيس تحالف كركوكنا التركماني محمد مهدي البياتي، وأيضا كان معي سيد عريب الزاملي نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة واسط السابق، وأيضا الشكر موصول إلى شيخ حسين طعيس التميمي شيخ البوحسان في المقدادية ومنظم احتجاجات المطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة ديالى. ضيوفي الكرام شكرا جزيلا لكم جميعا، وشكر موصول بالتأكيد لكل من شاهد وتابع تفاصيل رابعة